عاد ما يندر يبقى تنجح تجربتي ولا لا، ولا بخبص شوي الزباين اليوم. رؤى حنا زبون اجوا بدها تعمل ميك اب، بليز لا تتاخر عليها. تابعونا. شو تليفوناتي؟ مرحبا مدام، شو حالك؟ شو اخبارك؟ شلومك؟ قولي لي شو حابه اليوم؟ حابه اعمل ميك اب شوي سموكي. شو المناسبه؟ عرس. عرس يعني تبينه هيفي يكون ان شاء الله. شوي شو لابسه؟ شو بتكوني لابسه؟ فستان اسود. فستان اسود. اوكي، مو بحابه اسوي لك اي لاينر مثلا وروج ريد لبستك واي لاش. احسن شيء شوي اخف من على اللبس واغمق على العيون. طبعا انا راح ابدا اول شيء، انا احب اشرح الخطوات مالت المكياج وكذي عشان تعرفين. فراح ابدا اول شيء احط لك برايم على الوجه على اساس يثبت الميك اب. هذا البرايم وايد حلو، في وفي مثل ما تشوفين حبات ذهب فوايد حلو ومفيد بعد على مفيد للبشرة يعني وكذي. نظرك هي حسيت فتحتها شوي. لا ما فتحتي حبيبتي، هذا احمر، قلت لك انه ما بنيار لون احمر. طيب اعطيني دقيقه وبرجع. ما في عندي وقت. ما علي، اعطيني دقيقه بس. طوني انا صراحه عندي مشكله مع هالزبونه. شو المشكله؟ مو بعيب انها اللون اللي سويت لها اياه. وليه ما بيعجبها؟ ما عارف، فتحت لها اياه بس مو بطايعة تتقبلها، شو اسوي انا الحين؟ بس انا اكيد انه انت فيك تلاقي لها حل، لازم تلاقي لها حل. بليز رؤى، انا ما عندي مشاكل هون نهائيا، ما في ولا مشكل. لا تحط علي مسؤولية، انا بس بليز المسؤولية مسؤوليتك وانا بعرف انك قد المسؤولية. بليز حل المشكلة وانا اكيد انه رح تقدر تحليها، ما رح اتدخل انا. بليز. طيب خليني اشوف. بليز خليني امسح لك شيء يا مدام. ها ان شاء الله هاللون ضبط. ايه حلو كثير، لو سمعتي كلامي من الاول كان بيطلع حلو من الاول. ما علي، الحين اهم شيء نضبط معك. ايه مبسوطه؟ شكرا، مبسوطه. اهم شيء تطلعين من ستيشن 10 مبسوطه. انا مبسوطه. شكرا كثير حبيبتي. شكرا. ضابط بعد؟ لا، انه من هون لك كيف البني على كتير من هون، ومن هون صار انت طلعي، قصدي انا شو على عمري يعني لك من هون كتير صار هيك ومن هون اكبر. طلعي شو انا شوفي شو قصدي، انه من هون صار كتير عريض ومن هون كتير ضعفتي لي، انه ليش ما بعرف. طيب اعطيني دقيقة بس رجعت لك. فهمتي قصدي؟ فهمت يعني ما عندي كتير وحيدة. بس دقيقة، ما علي، دقيقة. طوني طونيا، انا شو اسوي مع المدام اللي داخل؟ شوفي سويت لها كونتور وكل شيء، مو بعيب من هالكونتور. ليش ممكن تعجبها؟ ما عارف، ممكن تصير تشوفها. حاضر يلا. اوف، مستحيل اشتغل ميك اب ارتست. لا 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 لا، هذا مستحيل. طبيعي المنخار. اوكي هلا راسك بلي شوي، خليني اشوف وجهك. اوكي طلع هيك، انت شايف هون كيف محدده قديه هون غامق وهون تركيته فاتح. انت شايف كيف صاير شيب منخاري؟ ما يهمك ما يهمك. لا انا مش منخاري ولا يهمك. ما فيني انا يعني، انا حكيت قبل بمره وبعد عم تعمل، انا ما كثير عندي وقت لاقعد انا الا شو بدي اعمل. انا سوري ما بحب عيط يعني عاده، بس انه انا كثير مؤخره وعندي مناسبه. ما في داعي ابدا انك تعيطي، بدي اياكي تكوني رايقه. يعني انه في كثير يعني، حتى الكونتورينج من هون، انه الكونتور بينعمل هون لتبرز الخدود، هي عملت لي اياه فوق، انه هودي انتم التكنيك انتم بتعرفوها. بتصير معلي، بتصير وكل شيء بيتصلح.
خلاص اعتزلت، ما رح اشتغل ميك اب، ما بقى اشتغل ميك اب ارتست خلاص. تجربه، هي تجربه شوي فريده من نوعها، لانه الاكسبيرينس عندك طبعا مش موجوده بالكاستمر سيرفيس، يعني خدمه الزباين للصالون. هي شغله كثير صعبه، وانا طبيعي انه متوقع انه يصير في مشاكل من هالنوع. اما انت نجحت كثير، يعني بمطارح كثير كبيره، كان عندك صبر ورواق، وهذا شيء بيتطلبه كثير هيدي المصلحه. نهايه مشاهدينا، طبعا انا كان عندي يوم طويل 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 في صالون ستيشن 10، تعبت اليوم، سويت حق كذا زبونه ميك اب، وطول اليوم وانا واقفه الحين بتدلعوني، قلت لي بتغير لي لون شعري صح؟ طبعا. شو بتسوي لي فيه هلا؟ لوك جديد، بعدين بشوفوا المشاهدين.